المشكلة تاعي هي أني بالأول ذهبت إلى طبيبة لاقتلاع ضرس، وبعد في فترة المساء لما حاولت أني أفتح فمي لقيت فمي أنه ما يتحلش. بقيت على هذه الحالة أظن مني بأن المشكلة يتعلق بالآلام بعد اقتلاع الضرس، ولكن بعد أيام لاحظت بأن فمي لا يفتح. أطباء اكتشفوا بأن هناك مشكل في الفك السفلي، نصحوني بضرورة العلاج السريع لعدم تفاقم الوضع، لأن إذا زادت المدة عن الوقت الحالي ستؤدي إلى انغلاق الفم وإلى ضياع عظم الفك. نوجه النداء تاعي إلى جميع الشعب الجزائري أنهم يساعدوني مساعدة، لأن الظروف المادية تاعي لا تسمح لي بذلك. لا أستطيع تنقل إلى العاصمة أو إلى أي عيادة خاصة أو عامة، لهذا أريد مساعدة من جميع الشعب الجزائري. فيما يخص قضية الأنسة بنا بعودة المولودة ببلدة مداس، رفعت شكوى أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة زمورة، ومدام القضية دوكري في النيابة حنا كمديرية الصحة نستناو يعني الإجراءات القانونية اللي تكون، حنا واش قادرين نساعدوها أننا نجمو نهضرو مع مدير المؤسسة الجبارية باش يديروا لها يضبطوا لها رونديفو في مصلحة يعني لي طابليسمون سبيطالي تاع وهران.